في سعي جماعة الإخوان المسلمين المقدس نحو السلطة وليس نحو أي شيء آخر، تترك القيادات القواعد لتلاقي مصيرها في الشارع. كل اللي كانوا بيتكلموا عليه من تحريض وعنف وقتل تقوم به القواعد في الشارع، أما القيادات فتختبئ في نقاط بعيدة عن العاصمة وتحاول الفرار والخروج من مصر إلى دول أخرى. أما القواعد فهذه القواعد التي حملت أفكارها بالتحريض على العنف ومعاداة المجتمع هي من تدفع الثمن في الشوارع. كيف يتم تضييق الخناق أمنيا على هذه القيادات التي سقط منها بالأمس مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين وسقط منها اليوم المحرض الأكبر لهذه الجماعة دكتور صفوت حجازي؟ كيف يتم تضييق الخناق الأمني عليها وتتبعهم واستكشافهم في هذه المخابئ؟ معنا النهاردة في الاستوديو سيادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومدير أمن سابق شمال سيناء الأسبق. طبعا شرفتنا سيادة اللواء. أهلا وسهلا سيادة اللواء. احنا شايفين أكتر من قيادة من قيادات الإخوان المسلمين تسقط. صفوت حجازي الصور اللي جات لنا وهو مغير تماما من هيئته، حلق دقنه وصبغ شعره اسود وعامل دوجلاس كده بدل الدقن اللي كانت عنده. كذلك دكتور مراد علي مستشار الاعلامي لحزب الحريه والعداله حلق دقنه خالص ولابس كاجوال وبيحاول يخرج من مصر الى ايطاليا. ازاي العناصر الامنيه قوات الشرطه وقوات المسلحه بتقدر ان هي تكشف المخابئ اللي موجود فيها هؤلاء القيادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لعمليات المطلوب ضبطهم من قيادات الإخوان المسلمين، دول بيبقوا موضوعين تحت المراقبة الكاملة وبيجند مصادر سرية قبلهم حتى أن يتم إثبات تحركاتهم، وحين تتحين الظروف بيتم مهاجمة الوكر الذي يقيم فيه. عملية تجنيد المصادر السرية بالإضافة لفي بعض المواطنين الشرفاء الذين إذا رأوا شيء لا يألو جهدا في إبلاغ الشرطة وفي متابعة هؤلاء الأشخاص، ده يدل على أن الشعب مسندا للشرطة. نحمد الله أن الشرطة المصرية قد استعادت قوتها واستعادت ثقتها بنفسها، وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل الشعب ومساندته لها. فمساندة الشعب للشرطة يجعل الشرطة تقوم بعمل المعجزات في صد الهجمات الإرهابية، في ضبط العناصر الإرهابية، في مكافحة الإرهاب بشتى صوره، والشعب يساندها في ذلك. ويجب أن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية المتطرفة قد نجحت في أن يكون الشعب بالمرصاد ضدها. ده يدل على إيه؟ يدل على أن أفعاله لا تطابق دين ولا تطابق شرع ولا تطابق إنسانية، خرجت عن كل هذه المعايير وجعلت الشعب كله يقف في ناحية وهذه الجماعات المتشددة في ناحية أخرى. امبارح المرشد العام للإخوان المسلمين تم إلقاء القبض عليه بعدما جاءت لأحد أقسام الشرطة في مدينة نصر بلاغات من المواطنين. مواطنين شافوا أو شكوا ان هو يدخل احد العقارات، العقار 84 في شارع الطيران، وبالتالي راحوا بالفعل وبلغوا عنه. لو انا مواطن شفت احد قيادات الاخوان المسلمين مختبئ في مكان ما، ايه اللي اعمله بحيث ان انا ابلغ؟ ولكن ممكن يكون عند بعض المواطنين تخوف على سلامتهم الشخصيه. لا، هو اولا الشرطه دايما تحمي مصدرها ولا تكشفه عنه حتى في تحقيقات النيابه، فيجب على من وردت إليه معلومات أن يتوجه إلى رئيس مباحث الاسم الموجود فيه أو مكتب الأمن الوطني المقارب له ويدلي بمعلوماته. وهناك دائما يكون غطاء على المصدر
الذي يؤتي ياتي بتلك المعلومات. يعني ما بيتكتبش في التحقيقات اللي ما بيقولش علي البهنساوي جه قال لنا كذا كذا. لا لا بيكتب ولا بيقول، بيقول مصدر سري موثوق به يخشى من ذكر اسمه حفاظا على الامن العام. ولا وفي قواعد في القانون وفي النيابه انه لا يفصح عن المصادر السريه حتى لا يقتص منهم من المجرم. فالشرطة عندها هذه القواعد والنيابة عندها هذه القواعد، وكافة التحقيقات التي تكون بتكون عن طريق المصادر السرية. ما كلمش النجدة مثلا المصدر السري. نعم ما كلمش النجدة مثلا. لا ما يعني انا افضل لان ان هو يتوجه الى رئيس مباحث الموجود او يتصل بارقام اللي هي موجودة في على الشاشة اللي هي ارقام الاتصال بوزارة الداخلية. هو احنا عندنا المصادر السرية دي قد تكون مصدر بالصدفة وقد يكون مصدر مجند معروف و بيتعامل مع الشرطة وبيبقى فيها الحاجات دي. نفس الجماعات نفسهم هم اصلا منشقين وفيهم بعض الناس اللي هم فقدوا اولادهم وفقدوا اهليتهم، ده كله ادى الى حقد المجتمع المصري كله على تلك الجماعات المتطرفة. واحنا يمكن بنشوفها دون توجيه ودون اي شيء، نلاقي احنا مش بنحرض ولا حاجة، لكن بنلاقي ان المواطنين اللي هم اصيبوا نتيجة قتل استشهاد اولادهم سواء المجندين سواء افراد من الشعب المصري بيقوموا على منازل الاخوان المسلمين وعلى مقرات الحرية والعدالة ويقوموا باعمال عدائية قبلهم مما حملوا من افعال اتت ضدهم من تلك الجماعة. احنا شفنا صور النهاردة القاء القبض على صفوت حجازي غير شكله تمام. ازاي العناصر الامنية اللي بتبقى واقفة في الكمائن او عند النوقة الحدودية تتمكن من ان هي تتعرف على شكله بعد ما غير شكله تماما كده؟ لا ده هو اصلا بيبقى حتى اللي بيتوجه للقبض عليه بيبقى عارفه كويس. يغير ما يغيرش بيبقى عارفه كويس. فهو بيغير عشان مين؟ مش بيغير عشان الشرطة، هو بيغير عشان الناس. عشان الخاطر المصادر ما تعرفش هو مين. هو يمكن حضرتك سألتني سؤال قبل كده في الحلقة اللي هي كانت قبل اليوم، انت لو وزير داخلية تقول ايه لصفوت الشريف؟ عرف لصفوت حجازي. هو عرف دلوقتي كيف قبض عليه؟ لا ما عرفش. لا هو عرف. طبعا. يبقى يعلم يعلم من الرجل الذي يقف في موقفه. ولا شماتة، لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عادة من عادات من ايام الجاهلية ترك الشماتة اذا نزلت المصائب بالاعداء، دول اعداء المجتمع. والمجتمع يعلم حاليا من هو عدوه، من هو عدو من الجماعات المتطرفة والاخوان المسلمين، وللأسف فيهم برضو ناس كويسة، ما حدش بيقول ان كافة الاخوان، لكن فيهم ناس تحجر فكرهم وعلى بغض المجتمع وكراهيته. يعني مش وارد ان هو يغير شكله بطريقة ما ويقدر يخرج من المطار او يعدي الحدود، مش صفوت حجازي ولكن غيرهم، يعني لسه في موجود بره ناس عليها قرارات ضبط واحضار، دكتور محمد البلتاجي، محمود عزت وغيرهم من المحرضين. مش احتمال ان هو يقدر يغير شكله بطريقة او باخرى ويقدر يهرب؟ شوف يعني اقول لحضرتك حاجة، هو ممكن هذا محتمل وهذا الاحتمال ضعيف، لكن يجب ان يعلم الجميع انهم في مراقبة شديدة بالنسبة لهم، وعندما تتحين الظروف بضبطهم، وهم برضو في أذكياء من بعضهم ان هو لا يحمل السلاح وقت الضبط حتى لا يتم التعامل معه وإنهائه. فهو بيروح في مكان يعني زي ما يكون مجموعة فئران تدخل في جحر وتنتظر الفرج انها تخرج منه، هم بيعملوا كده. يعني زي ما قلت قبل كده برضو على الجماعات المتطرفة مثلهم مثل الجرزان، يقوموا بفعلهم ويخطفوا ما تم ثم يعود الى جحره حتى لا يظهر للمجتمع. سيادة اللواء، بعض الناس ممكن تكون بتتساءل دلوقتي وتقول كيف تمكن صفوت حجازي من الخروج من مدينة نصر واعتصام ربع العدوية
ووصل حتى الحدود المصرية الليبية. ازاي عدى على كل الكمائن اللي كانت في السكة دي؟ لا هو في اماكن وطرق ممكن تخترق الاماكن. الاماكن بتكون في اماكن حاكمة، الكمائن تكون في اماكن حاكمة، ولكن لا تكون حاكمة في 100%، لان في طرق خلف الاكمنة، في طرق ودروب، وهم اصلا لهم انصار منهم بيمهدوا له الطريق. ده دليل قاطع ان القيادات لم تضبط في عملية مهاجمة ربع العدوية، لان كان نية الشرطة الا تكون هناك خسائر، وان يكون هناك طريق لانصرافه. هم استخدموا السلاح حتى يغطوا عملية الهروب. يمكن انا كان في ضابط من بلدنا كان مشترك في هذا الموضوع، يمكن اول شهيد وقع في عملية الرابعة. ربنا يصبر. كانت طبعا ربنا يصبر اهله، لان كان هو يمكن الاخ الاكبر لاخواته، والده متوفي وامه ترملت عليه، كان لسه نازل من العربية او المدرعة عشان يقول لهم بالميكروفون كذا، فالضابط في ضابط نزل قبل منه خد له طلقتين في دماغه، فهو نزل عشان يشيل الضابط، جات له طلقتين تحت السدير الواقي. الطلقتين اللي تحت السدير الواقي دول انفجروا في جسمه. يبقى اذا استخدامهم كمان اسلحة كان قبل اي اطلاق للنار. فهم كانوا وضعين الاسلحة وكانوا معتمدين على ان هم هيجابهوا القوات الشرطة في هذا الموضوع لصدهم عن الدخول، وفي حالة عدم امكان صدهم يكون ستار لهروب الاخرين. طبعا الشرطة بتبقى مشغولة في الوقت ده ليس في عملية القبض على العناصر دي بقدر ما هي بتحاول ان هي تحافظ على المعتصمين الموجودين دولي من التعامل معهم، لان هو بيبقى موجود في وسطهم، ممكن اما يجي ينضرب واحد بطلقة هيضيع كذا واحد، واحنا شفنا يمكن الخسائر دي موجودة، يمكن اكبر اعداد شرطة استشهدت في تاريخ مصر كله في وقت يعني اللي حصل في الاسماعيلية وفي 25 يناير، رغم ان هو جيش انجليزي البريطاني، لما حصل كان اعداد الشهداء اقل بكثير من الشرطة، اقل بكثير من الاعداد التي في رابعة والنهضة، اكثر من 100 شهيد. تأثير ان تقع القيادات تسقط قيادات جماعة الاخوان المسلمين والمحرضين وهتسقط الباقية، ده تأثيره ايه على الشباب اللي موجودين، خاصة بان هم بيتمسكوا هربانين؟ يعني تحرضهم للشباب اثبتوا وقاوموا واستشهدوا ودمائنا واجسادنا، وفي الاخر عامل دوجلاس وسابغ شعره بيحاول يخرج لليبيا. يعني انا مش شمتان في صفحة حجازي، ولكن هو لا، هو الناس كلها أنا يعني حضرتك مش شمتان ولا انا شمتان، بس الناس كلها فرحان. يعني كون الناس فرحانة للاسباب التالية، هو انا هفرح في واحد تم ضبطه لانه راجل طيب واستقي وصالح؟ لا، ولكن هو صفوة حجازي والقيادات في الاخوان قد تجاوزت كل الحدود وفي القتل والتعذيب، و ونشكر وسائل الإعلام على إظهار الوجه الآخر للإخوان المسلمين والوجه الآخر للجماعات الإسلامية. ولو أن أنا بالنسبة للحوادث اللي بتحصل وحادثة سينا، حادثة سينا دي اللي هو قتلوا الجنود ده مش جديد عليهم، ولا الطريقة دي أول طريقة يعملوها. طب أنا عايز أقف مع حضرتك عند حادثة سينا دي، لأن هي اغتيال 25 جندي من جنودنا. ده موضوع سنفرد له وقته، ولكن اسمح لي، احنا بنتكلم على تأثير سقوط هذه القيادات وهي في موقف الهرب على قواعد جماعة الإخوان المسلمين. معنا على التليفون الباحث في شؤون الحركات والتيارات الإسلامية السياسية أستاذ أحمد بان. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد، امبارح كنا نتكلم عن سقوط دكتور محمد بديع مع حضرتك، واليوم نتكلم عن سقوط دكتور صفوة حجازي المحرض الأكبر على أحداث العنف.
تأثير سقوط أو توالي سقوط هذه القيادات على القواعد من وجهة نظرك إيه؟ جماعة الإخوان ركنت عبر عقود مجموعة من الخبرات الحركية والتنظيمية التي مكنتها من الاستجابة السريعة لكل جهود التضييق على حركاتها في تاريخها الماضي. لذلك أعتقد أن هذا لن يؤثر على ميدانيا على جماعة الإخوان، حيث تعهد الجماعة إلى المكاتب الإدارية والقيادات الوسطى في تسيير شؤون الجماعة في هذه المرحلة. لذا أعتقد أن توجيه ضربات أمنية للجماعة تنال بعض القيادات الوسيطة هو الإجراء الذي ربما يؤثر في حركة الجماعة. لكن أعتقد أن أهم ما أثر على حركة الجماعة في الفترة السابقة وأظهر قدر من الاستباق في حركتها خصوصا في حركة المظاهرات هو إدراك العديد من قواعد الجماعة وربما بعض القيادات لخطر هذا الاصطفاف الذي حدث بينها وبين المجموعات التكفيرية المسلحة التي انتهجت العنف في الشارع. لذا تتمهل الجماعة الآن في إجراء أو في الانخراط في مظاهرات كبيرة في الشارع خوفا من أن تدفع فاتورة أفعال ترتكبها هذه المجموعات التكفيرية، وفي النهاية تتحمل الجماعة الفاتورة بمفردها. ولكن أستاذ أحمد، احنا شايفين هذه القيادات تسقط وهي في طريقها إلى الهروب، ألا يؤثر ذلك من وجهة نظرك على مصداقية كل القيادات في أعين الشباب؟ بلا شك المصداقية سقطت، وهذه القواعد تدرك الآن أن هذه القيادات قد أوردت الجماعة المهالك وأوشكت أن تهرب هذا الوطن الكبير المهالك، وهي حتى قبل فض اعتصام رابعة والنهضة أدركت أن هذه القيادة قيادة كارثية ويجب أن تحاسب وتسأل عما ارتكبته في حق ما يسمى بالمشروع الإسلامي وفي حق تجربتها في الحكم. لكن المغالطة التي وقعت فيها هذه القواعد أنها أجلت كثيرا فكرة المحاسبة، وربما لو حاسبت هذه القيادات مبكرا قبل فض الاعتصامات لم نكن لندخل إلى هذه المتاهة التي تواجهها الجماعة الآن. أستاذ أحمد، احنا عندنا امبارح ناقشت مع حضرتك أنباء عن تولي دكتور محمود عزت منصب المرشد مؤقتا، ولكن هناك تقارير صحفية أخرى جاءت في منتصف اليوم بتقول دكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق هو من قد يتولى هذا المنصب لأنه ما عليهوش أي ملاحقات أمنية. الفارق ما بين محمد علي بشر ومحمود عزت من وجهة نظرك؟ فارق كبير. الأول محسوب، يعني الدكتور بش محسوب على التيار الإصلاحي للجماعة، وهو التيار الذي أصبح مستضعفا في الفترة الأخيرة وليس له حظ في توجيه قواعد الجماعة بنفس القوة التي تمتلكها القيادات القطبية ويمثلها محمود عزت. لكن اللافت في هذا الصدد أنه لديه تعليمات أن هناك صراع مكتوم الآن داخل الجماعة بين المجموعات الإصلاحية والمجموعات التنظيمية، والأمر لن يتم حسمه بعد. هناك تقارير أو هناك معلومات تتحدث عن أن المرشد الفعلي الآن هو جمعة أمين عبد العزيز وليس محمود عزت الذي ربما خرج من البلاد في الفترة السابقة، وأن الجماعة ربما تلجأ إلى تكتيك مارسته في السابق بأن تسمي مرشدا عاما علنيا ومرشدا عاما سريا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد بان الباحث في شؤون الحركات السياسية. سيادة اللواء، بنتكلم على أثر عمليات الهروب اللي احنا بنشوفها دي على القواعد. حضرتك مع اختلاف مع فرق كبير جدا، ولكن كنت قائدا في موقعك سواء كمدير أمن أو في مصلحة السجون، وبالتالي وجود رسالة موحدة بتديها للقواعد وفي نفس الوقت يشوفوك بتنفذ هذه الرسالة مهم جدا لتنفيذ الأمور على الأرض. طبعا كيف تعتقد أثر هذا الهروب على القواعد في الإخوان؟ يعني أقول لحضرتك حاجة، أولا يدل على عدم المصداقية. هو طبعا هم عندهم فكر متحجر، لكن هروب الناس دي اللي هي بتقول احنا نقاتل الى اخر دم وعلى جثثنا ان يتم فض هذا المجموعة العصبية اللي كانت موجودة في ربعة او في النهضة، ثم يفروا اول من يفروا ويتركوا وراءهم قتلى قتلوه ومعذبين موجودين ومقبرة تحت الارض
كل هذا الموضوع يدل دلالة قاطعة على عدم صدقهم مع كوادرهم. ده هيؤدي إلى تفتيت الجماعة ومراجعة بعض الناس فيهم. ثانيا أن هم مش هيقدروا يديروا، ودايما الرأس المدبر لما بيكون جبان لا يمكن للآخرين اللي تحت منه هينفذوا كل ما يقرره. هيقول له تعالى انت كمان اقف كمان في الوش، ما تسيبنيش اقف لوحدي. ده امر طبيعي، ده امر طبيعي. انت لا يمكن ازاي هم، طبعا هم واخدين ان هم يبقوا تحت الارض، يعني ما شافوش النور في مصر الا بعد ثورة 25 يناير. بعد بداية ثورة 25 يناير بدأوا يظهروا بوجههم القبيح ويهددوا أن مصر كلها ستكون نار وتحرق في حالة عدم تملكهم السلطة، وقد تملكوها وكان الخراب على مصر. فما قام به الجيش استجابة لإرادة شعبية، إرادة الناس كلها اللي خرجت دي، لا يمكن أن الجيش يقف صامت قبلهم. وده اللي خلى، والشرطة ساندت وأيدت قرار الجيش بما اتخذوا. احنا شايفين برضو تحرك موسع من جانب وزارة الداخلية للقبض على ما يسمى بالقيادات الوسطية. امبارح كان هناك القاء قبض على اكتر من 6 من القيادات الوسطية لجماعة الاخوان المسلمين في الغردقة. النهاردة 19 تقريبا في محافظة الغربية، منهم امين الحزب في المحافظة وامناء الحزب في المراكز. دور ده في تقليل وفي الاسكندرية وفي الاسماعيلية تم القبض كل المحافظات والأمن العام والأمن الوطني في غاية النشاط، ولأنه هو واخد دفعة من تأييد الشعب له ضد العناصر الإرهابية، فضلا عن قيامهم بقنص والاعتداء على بعض الضباط والأفراد واستهدافهم المواقع الشرطية ومواقع القوات المسلحة. ده يؤدي إلى التسارع الخطى لضبط هذه القيادات التي توجه من هو أسفلهم للقيام بالأعمال العدائية ضد المجتمع المصري ككل، وليس ضد الشرطة والجيش فقط، ولكن ضد الشعب نفسه. وزي ما شفنا في بعض الفضائيات من يقوم بإطلاق النار على المساكن وقت المسيرات الخاصة بالإخوان المسلمين. عايز أقول برضو أن الإخوان المسلمين ليس هم فقط في الساحة لوحدهم، ولكن هناك بعض الجماعات الدينية المتشددة، الجماعات التكفيرية، ومنها مثلا يعني زي عاصم عبد الماجد. وعاصم عبد الماجد ده كان نفس اسلوبه اللي كان بيتم في صعيد مصر في خلال التسعينات واوائل التسعينات عند بداية الارهاب، هو ما بيتبع في سيناء. وهو ان هو كان ساعات بيوقفوا العربيات الميكروباص في اللي راح على العساكر وينزلوهم منهم، لانهم كان العساكر بتلبس ملك وتروح تلبس هناك عشان خاطر كان الارهاب بيتصيد اي فرد من الافراد، فكانوا بيوقفوهم برضو ويكتفوهم من ورا وينيموهم على الارض ويضربوهم. ده كان بيحصل في التسعينات في الصيف، في التسعينات، وكان في ديروت وديروت الشريف، وكان في منطقة الغنايم ومركز الفتح، وكان بيتم في المنيا نفس الوضع. كان بينزل العساكر والافراد في عربي من العربيات اللي راكبينها متجهين لشغلهم وياخدوهم ويقتلوهم، وساعات ويطلعوا على بطايقهم ويشوفوهم ان كانوا عساكر ولا لا. هل حصل ان حضرتك قابلت من خلال خدمتك اي من هذه العناصر اللي كانت بتستهدف اغتيال العساكر؟ بتبقى نفسيته ايه؟ ده بيبقى دماغه عايز فيها ايه؟ اللي جاي يصطاد عسكري غلبان ملوش ذنب في اي حاجه، هو ليس حتى صانع قرار، هو منفذ للقرار، ويكتفه حط ايديه ورا ظهره وينيمه على الطريق ويضربه بالنار. بتنتزع منه الانسانيه، وبيكون مش فكره، هو بيبقى خلاص هو طالع لتنفيذ مهمه امر بيها من قيادات الجماعات دي. ولذلك لابد من القبض على تلك الرؤوس او القيادات والثلاث قيادات السفلى، يعني القيادة الأولى ثم القيادة الثانية ثم القيادة الثالثة، حتى يتم تفكيك هذه الجماعات. هنا يعني يمكن في واحد كنت قاعد في المسجد، وواحد ينتمي إلى
او بيحب الاخوان. وبعدين سالني قال لي هل الحل الامني هو الذي يكفي لصد هذه الهجمات ام ان ذلك سيعيد المشهد وسيؤدي الى زياده من العنف؟ انا كان يعني رؤيتي او الرؤيه لابد ان يد تحمل السلاح ويد تصلح في الاخرين. يد تحمل السلاح لمن يحمل السلاح، ولا بد بالانتهاء من القبض عليه او قتله، ده ما فيش فيها مجادله. اي حد يحمل السلاح لابد من التعامل معه باقصى قسوه وحسم، ما يتسابش ان هو يعبث بامن الاخرين. واما بعض الاخرين اللي هم لهم ميول سلميه، ده لابد ان انا اخده واعدل مساره، ولابد من رجال الدعوه ان ينتشروا في ربوع مصر والا يتركوا الفكر الاخواني او الفكر الجماعات المتشدده والتكفيريه للساحه. لان احنا شفنا في ايام السنه اللي حكم فيها الرئيس المعزول كانت الاخوان سيطرت على المساجد بافكارها، لدرجه ان كانوا الناس بتتخانق في المساجد حقيقي لما يبديه هؤلاء من فكره حقيقي. احنا حتى شفنا برضه حتى نفس الوضع، اما كان الرئيس المعزول يروح في مسجد كنت تلاقي الخلاف والشتيمه تجاهه والشتيمه، وكان امام المسجد ساعات كان عايز يسيب المسجد ويمشي من كثره المخالفات اللي بيرتكبوها، مخالفات شرعيه ودينيه. حضرتك كنت بتتكلم على الاحداث اللي حصلت في منتصف التسعينات من ارهاب في الصعيد، وقلت ان ده كان بيحصل استهداف الجنود والعساكر. انا كنت شغال هناك وبهذا الشكل. كان ايه الاجراءات ساعتها اللي بتتخذوها لتامين العساكر اثناء انتقالهم؟ كان في اجراءات الاتي: اولا كان يا اما يجي فرادة يا اما كان بيتامنه. وانا لما كنت في شمال سيناء في خلال الفترة اللي هي برضو كان استهدفت الافراد في شمال سيناء عقب ثورة 25 يناير، فكنا يا اما بننقلهم وبتطلع وياهم مجموعات قتالية لتوصلهم الى اماكن امنة، او ان هو بنعمل لهم اقامة في داخل الاقسام والمراكز والوحدات العسكرية يقعدوا فيها، واما يبقى ينزل راحة او راحة مجمعة بيتم توصيلهم بخدمات مسلحه تحمي هذه الافراد لحين الوصول الى اماكن امنه. بس دلوقتي بقى في صواريخ في ماشي، ما هو في صواريخ لكن هناك في الصواريخ دي موجوده في سيناء وقد تكون موجوده في اماكن في الوجه البحري. سيادة اللواء اسمح لي ان احنا ننتقل الى جزء، نتابع مع حضراتكم جزء من مؤتمر صحفي يعقده كل من المجلس الوطني المصري والمجلس المصري للشؤون الخارجية، ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. لمن يرغب باللغة العربية، for one year from end of June 2012 through end of June 2013 under the rule of the Muslim Brotherhood, the Egyptian people suffered and observed failure after failure with the decline of economy, the liquidation of political posts to the extent of some 23,000 unqualified Ikhwan replacing qualified and long-serving civil servants. And the other huge cost of unsafe streets, hospitals, and schools. Days and days long without fuel and electricity. The oppression against women and children. A tightening grip on art and culture. And the spread of black terrorism in Sinai and many other parts of Egypt that has ignited sectarian violence to the extent that extending happy feast wishes to Christians and Copts became haram as declared by fatwa. Against all that and more, the great Egyptian people went to the revolution of the 30th of June.
ده جزء من المؤتمر الذي يعقده المجلس الوطني المصري والمجلس المصري للشؤون الخارجية. البيان الآن يلقى باللغة الإنجليزية زي ما حضراتكم تابعتم. سنعود لاستكمال فعاليات هذا المؤتمر حين يتحول المشاركين فيه إلى اللغة العربية. سيادة اللواء، كنا بنتكلم على إجراءات تأمين الأفراد. دلوقتي كنت بقول لحضرتك إن بقى في صواريخ، وبالتالي هل تكفي المدرعات والتشكيلات القتالية لحماية الجنود وهم رايحين الأجازة وهم راجعين من الأجازة مرة أخرى؟ يمكن هقول لحضرتك حاجة. بالنسبة للصواريخ والحاجات دي بتستهدف الأماكن الثابتة وليست الأماكن المتحركة إلا إذا كان من طيارات، وده ما عندهمش الطيارات. إنما بالنسبة للمتحركين دايما بيكون الأهداف دي بيكون مهاجمتها عن طريق الأفراد الحاملين الأسلحة الآلية والرشاشات. ده بيبقى معمول حسابه ويبقى متأمن الأفراد ومتأمن القوات من عن طريق هذا الموضوع. والمفترض أن وزارة الداخلية بتفعل هذا الأمر وبتهيئ الطريق قبليها، وبتطلع مجموعات لتأمين مجموعات من الأفراد أو الضباط للوصول للأماكن الآمنة. ده اللي هو المفترض. أما عملية تأمين الصواريخ، أو على ما أعتقد أن الصواريخ بتطلق ليست على الأهداف المتحركة، تطلق على الأهداف الثابتة حتى يكون في نسبة إصابة عالية. إنما هم قبل كده طب ما كانوا بيضربوا، احنا كنت ما ببعت في شمال سيناء، كان في منطقة وبؤرة إجرامية هناك، كنت ما ببعت لها مجموعة من المدرعات، كانوا بيعطبوا بعض المدرعات نتيجة استخدام الار بي جي ونتيجة استخدام البنادق الآلية، لأنهم عندهم دقة في التصويت. وعايز أقول برضو أن هناك عدد كبير من القناصة في شمال سيناء من الجماعات التكفيرية ومن منطقة وحماس، عندهم خبرة بالسلاح، ومدربين تدريب عالي في عملية القنص بالذات. لأن اللي أنا أعرفه ساعات تلاقي العسكري واقف في دوريته أو الفرد واقف في دوريته وبيطلق عليه، ما يعرفش الطلقة جات له منين، تلاقي العسكري سقط أو الضابط سقط، زي ما حصل في الضابط اللي هو كان عند البنك الأهلي في العريش. وخاصة البنك الأهلي ده في منطقة سكنية وفي وسط كتلة سكنية ومنطقة حيوية جدا، البنك الأهلي في العريش. ألم يحل الوقت لتغيير شكل الكمائن الأمنية اللي موجودة بسبب وجود زي ما حضرتك بتقول كده قناصة من العناصر التكفيرية موجودة في شمال سيناء، وموجودين كمان في عدد آخر من المحافظات؟ في تطوير للأكمنة، ولابد أن الفرد واقف يكون واقف محصن، يكون على الأقل الحصن اللي واقف فيه العسكري لا تخترقه الطلقة الآلي، لأن الطلقة الآلي بتخترق بعض التحصينات. إنما في بالنسبة للار بي جي وبالنسبة للهاون ده بيطلق من على مسافات بعيدة وعايز دقة في التصويب. يمكن غالبية المدافع الار بي جي أو الحاجات اللي زي كده ما بتصبش أهدافها بالتحديد بالدقة، وبيكون هم قاصدين حتة وبتيجي بتتجه إلى منطقة أخرى. هذا الموضوع لابد أن القوات المسلحة بتتعامل مع هذه الوقائع، وهي الوحيدة يعني الشرطة ما عندهاش الإمكانيات كافية، ما عندهاش الإمكانيات إن هي تجابه الار بي جي أو تجابه الهوان. أنا في ثورة 25 يناير دي إحنا كان بينضرب على المباني في شمال سيناء الار بي جي وبيضرب عليها بالهوان، وده أسلحة مهربة زي ما قلت لحضرتك من حماس، لأن حماس بتشتري السلاح وعندها تجارة السلاح موجودة وبتديه، وبتنزل ناس في حماس، وزي ما قلت في موقع قبل كده احنا ضابطين ناس من حماس في 25 يناير او في ثورة 25 يناير معهم قنابل قسام ومعهم أسلحة آلية وبعربية كانوا جايين بها واخدينها من ناس في رفح، وكانوا داخلين في قلب العريش وبيضربوا ناس وبيقتلوا فيهم وتم ضبطه. فعملية التهريب خلال الأنفاق ما زالت مستمرة. إن كانت القوات المسلحة قد أزالت جزء كبير، لكن ما أزالته يمكن نص. في كمان أنفاق البيوت، ودي من الأنفاق الصعب تتبع. ما هو طبعا في أنفاق للبيوت، في أنفاق للعربيات، في أنفاق في موجودة في أماكن لتهريب السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة بحمولتها.
لان هم عندهم مشروع الانفاق ده موجود ومستمر واخدينه من حزب الله. والمنطقه اللي هي لما يكون في 1200 نفق في 13 كيلو الا 100 متر يعني 12 كيلو 900 متر وهي المسافه اللي هي حدودنا مع غزه. هذه الانفاق كل ما بتقضي على نفق كل ما بتقضي على مجموعات ارهابيه بالظبط كده، لانهم بيهربوا فيها كافه الانواع وكافه التدريبات ومصابينهم بيروحوا يعالجوهم هناك في غزه. يعني المصابين ما بياخدوهمش ويطلعوا بهم على مستشفيات العريش، لا ده بيطلعوا بيتهربوا وبيروحوا على غزه. والناس اللي البيوت فيها في انفاق بيدنهم يحب النفق يدنه عنده لانه بياخد بالدولار فيه على كل من طلع وخرج الرسوم بتاعته. فهي دي يعني سيادة اللواء حضرتك كنت مساعد وزير الداخليه لقطاع السجون. ايوه. واحنا دلوقتي بنشوف عدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين يتم القاء القبض عليهم ونقلهم الى السجون. هرجع لحضرتك عايز اعرف منك شكل هذه السجون والتامين اللي عليها، ولكن اسمح لنا ان احنا ننتقل الى مؤتمر المجلس المصري للشؤون الخارجيه والمجلس الوطني المصري. انهيار الاقتصاد، تصفية الوظائف الهامة في الدولة وأخوانتها لدرجة لم يكتفوا فقط بالوظائف السياسية وإنما امتدت لباقي الوظائف الأخرى 23 ألف وظيفة. شفنا عدم أمن في الشارع وتكلفته على الاقتصاد، في المستشفيات، في المدارس. شفنا أيام وأيام وليالي من غير كهرباء ومن غير سولار ولا بنزين. شفنا ترهيب النساء في كلامهم وفي لبسهم. شفنا الاستخدام السيء للأطفال. شفنا محاولة تقويض الثقافة في مصر والفن. شفنا الإرهاب في شتينا وفي شوارع القاهرة وشوارع مصر. شفنا اشعال الفتنة الطائفية لدرجة ان كانت هناك اكثر من فتوى ان من يعيد على المسيحيين والقبط يبقى كافر حرام. امام كل هذا المصريين صاروا يوم 30 يونيو بقيادة مجموعة من الشباب لم يتجاوز عمرها 30 عاما. كانت ثورة الست ساعات التي صححت وأرجعت الثورة لأصحابها وأسقطت حكم الإخوان. الإخوان الذين بنوا نظامهم وتنظيمهم على 80 سنة انتهى في ست ساعات. لماذا؟ لأن فكر الإخوان لا يتماشى مع المزاج العام للشعب المصري، غير مقبول. إن حكم الإخوان لم يكن لصالح المصريين، ولكن كان الإخوان بينفذوا استراتيجية وضعها الغرب لشرق أوسط جديد ولإسلام جديد، هدفه استرجاع قناة السويس اللي أممها عبد الناصر، شرق إسلام جديد يقدروا يتعاملوا معاه، وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء ما يسمى بحق العودة وذلك بالوطن البديل في فلسطين وإرسال مية ترعة السلام للتخديم على الوطن البديل 1600 كيلو متر مربع من رفح للعريش 40 كيلو ثم بالعمق 40 كيلو. هذا هو الاتفاق اللي من أجله الإخوان أخذوا الحكم نظير تحقيق هذه المطالب. الشعب المصري بجامعه، أطفاله، نساءه، رجاله وشيوخه في المقاهي وفي المدارس يعلمون جيدا أن الإخوان جاءوا للحكم بمساعدة البلاد الغربية وبالذات أمريكا. الشعب المصري بثورته رفض التدخلات الأجنبية، وبنطلب على الغرب أن يكف
أن يرفع يده المتآمرة عن مصر ويقدم يد الصداقة والتعاون، ونحن مرحبين. إن ثورة مصر كسرت المخطط الآخر أو المخطط الشامل لتغيير الإسلام بائتلاف أنقرة القاهرة كراتشي. هذا الائتلاف كانوا شغالين عليه من سنين، أنا أرجو من السياسيين والإعلام والشعب الغربي أن يرجع لكتب التاريخ، لن يرى في هذه الكتب ما مثل ما حدث في مصر في الثمان أسابيع السابقة. إيه اللي هنشوفه في إيه اللي عملوه المصريين؟ نلخصه في إيه؟ الطريقة السلمية للشعب يغير حاكمه، هذا ما قدمه الشعب المصري، وده مش موجود في الكتب. احنا لا نستطيع ان نقول ان الشعب المصري متقدم تكنولوجيا واقتصاديا، ولكن ممكن نجزم ان الشعب المصري قدم درس للإنسانية كيف يغير شعب حاكمه. نرجي للنقطة قبل الأخيرة، ان الغرب ورجالتهم وأصدقائهم الذي نسميه بالطابور الخامس بيستخدموا جميع الطرق المتاحة إليهم لكي لا تحقق مصر أحلامها ولكي لا تبني مصر الدولة التي تراها. إزاي؟ بدعمهم الكامل للإرهاب، ويكفي إن الصحافة والتلفزيونات والسياسيين الغربيين كانوا يطلقون على ما يجري في ربع العدوية والنهضة ان التظاهر السلمي كد وخداع لشعبهم وللعالم. كانوا يعلمون حجم السلاح الموجود، حجم الجرائم ضد البشرية، الاستخدام السيء للأطفال والنساء، القتل الذي تم. ثم بعد ذلك نمرة 2 بيطلبوا العفو وعدم المحاكمة للمجرمين، زي ما قالت صحفية في الفوكس نيوز: هل تقبل يا أوباما ان احنا نعفو عن ما قام بهدم البرجين؟ وقال شاهد من اهلها. ثم النقطة الثالثة بيطلبوا حاجة في منتهى الغرابة، زي ما قال البرادعي في يوم من الايام: مرسي لو تسمع مش عارف اتكلم ممكن يا كابتن؟ ما ينفعش. بيطلبوا موضوع مستحيل ان ينفذ، زي ما البرادعي قال: مرسي فشل وتبقى الاسواء الاخوان. يبقوا طبعا، ولكن تبقى اين؟ في الحياة السياسية. هذا جرم في حق هذا البلد. حجتهم: هناك من لم يلوث أيديه بالدم، إنما عقله ملوث بالفكر الإرهابي والفكر الطائفي، ولا يمكن نسمح بمن يعمل في السياسة يلبس لباس الدين مطلقا. فالطابور الخامس اللي طالع في التلفزيونات يقول أصل في ناس أيديهم لم تلوث بالدماء، أنا ما يهمنيش الإيد، أنا يهمني المخ. وهناك بعض القيادات التي ظهرت فجأة، الثلاثي الإخواني ظهر يسوق لقيادة جديدة شابة للإخوان، أي يسوق لرجعة الإخوان مرة أخرى. لن نقبل هذا. والطابور الخامس امتد للحكومة المصرية، وأحد نواب رئيس الوزراء يسوق لهذا الآن. ويجب على الحكومة أولا أن تتطهر. أخيرا، وأنا لا أسمع، من فضلك لو تسمع. أخيرا، وأنا مش سمعت، أنا أقول لكم قصة أنا عشتها.
وضع قانون لحل وحظر وتصفية الإخوان منع من الإصدار قبل ما يصدر بنص ساعة. من الذي منعه؟ الطابور الخامس، ليس الطابور الخامس في الشاشات التلفزيونية، الطابور الخامس في الحكومة المصرية. تم إعداد القانون وأنا عارف مين اللي عدوا، وأنا اشتركت في بعض البيانات اللي احتاجوها، وتم إيقاف هذا القانون. من يقبل هذا؟ في ايه يا فندم؟ تعالى يا فندم، في حاجة؟ بتكلم مع الأستاذ. حضراتكم تابعتم معنا جزء من المؤتمر الصحفي اللي بيعقده المجلس الوطني المصري والمجلس المصري للشؤون الخارجية. سمعتم جزء من بيان المهندس ممدوح حمزة معقبا على الأحداث السياسية الراهنة ومطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين من خلال قانون يقدم إلى مجلس الوزراء. سيادة اللواء، يعني بعض الناس بتقول حل جماعة الإخوان المسلمين لا يكون لهم وجود تماما إلا من خلال الحزب، والبعض الآخر يقول مرحبا بالإخوان المسلمين إذا التزمت بالقانون والتزمت بالقواعد قواعد العدالة المصرية. هو المفروض والمفترض ألا تكون هناك جماعات على أساس ديني ولا جمعيات يكون أساس ديني، وإنما يكون لها غرض الأغراض السياسية بتاعتها ولا ترتبط بالدين، ما يكونش لها مرجعية دينية. لأن احنا عندنا في عندنا هنا هون الإخوة المسيحيين يعملوا جمعيات، وهيبدأ تقسيم الفريق تبع دول وفريق تبع دول. فالجماعات الإخوان المسلمين هي من أول ما طلعت من عام 28 من يوم حسن البنا وللآن لم ترق لمزاج الشعب المصري. مفيش بينها وبين الشعب المصري عمار، وإلا أيام الملك فاروق هجمت وحلت، أيام عبد الناصر نفس الوضع، أيام السادات نفس الوضع، أيام حسني مبارك لعب على الونجين مرة معاهم ومرة يسيب لهم ومرة يعمل، لكن هم أصلا ذات أفكار تختلف عن أفكار الإسلام الوسطي. وغالبية حتى مرشدها يخرج عن خريج الأزهر أو من درس الشريعة والقرآن في جامعات الأزهر. في فرصة أن هم يرجعوا يشتغلوا تاني؟ يرجع على شرط ألا يكون له المرجعية الدينية، وألا يكون أفكاره وأفكار حسن البنا هي التي تهدي إلى السبيل. سيادة اللواء، اسمح لنا ان احنا نخرج لفاصل قصير، نعود بعد هذا الفاصل. عندي اسئله ليها علاقه بدور حضرتك قبل كده في وزاره الداخليه بالذات كرئيس لقطاع السجون، مساعد لوزير الداخليه لشؤون السجون، ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا نخرج لفاصل قصير، نعود بعد هذا الفاصل لاستكمال الحوار. ابقوا معنا.